قالت هيئة البث الإثيوبية إن التوربين الثاني في سد النهضة بدأ بتوليد الطاقة الكهربائية. وذكرت الهيئة على موقعها الإلكتروني أن مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى حضروا حفل تدشين هذا التوربين. سد النهضة الإثيوبي يعود إلى الواجهة من جديد بعد إعلان أديس أبابا رسميا بدء تشغيل التوربين الثاني للسد. هيئة البث الإثيوبية قالت إن الوحدة التاسعة في السد ستبدأ إنتاج الكهرباء بطاقة 270 ميجا وات، إضافة للوحدة العاشرة التي تولد حاليا نفس القدر. وكان رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد قد أعلن من موقع سد النهضة تدشين الملء الثالث لبحيرة السد من منطقة قوبا غربية إثيوبيا، وأنه تمت تعبئة 22 مليار متر مكعب من المياه من غير إلحاق الضرر بدول المصب بحسب تعبيره. الخطوة الإثيوبية استبقها رد مصري مباشر، إذ حذرت القاهرة في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي من وجود شقوق تمتد في الواجهة الخرسانية للسد الفرعي المرتبط بسد النهضة الإثيوبي، مؤكدة أن هذا الأمر يثير المخاوف. سد السرج لم يبنى من القش لكي يتصدع أو يتشقق، لذا نتمنى من الأشقاء في دولتي المعبر والمصب أن يعوا ذلك ولا يركنوا إلى الأخبار التي تأتي من هنا وهناك. القاهرة وبعد رفض ما سمته القرار الانفرادي لإثيوبيا بالملء الثالث لسد النهضة أوضحت أنها تلقت رسالة بخصوص اعتزام أديس أبابا استئناف ملء سد النهضة الكبير في موسم الأمطار الحالي والوصول بمستوى المياه إلى 600 متر في قسم التدفق السفلي للسد. وزير الري المصري أكد أن هذا القرار جاء في غياب الاتفاق مع مصر والسودان على القواعد المنظمة لملء سد النهضة وتشغيله، وأنه يشكل خرقا لاتفاق إعلان المبادئ لعام 2015. للمزيد ينضم إلينا من القاهرة عبر الهاتف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة. دكتور مرحبا بك معنا. تشغيل التوربين الثاني في سد النهضة، ماذا يعني ذلك بالنسبة لمصر ولحصتها في الماء من نهر النيل؟ أولا مساء الخير لكم جميعا وكل السادة المشاهدين. الحقيقة اليوم حدث شيئين مهمين. أولا هو انتهاء التخزين الثالث بتخزين كميه 9 مليار متر مكعب، تضاف الى ما تم تخزينه العامين الماضيين وهو 8 مليار، باجمالي 17 مليار متر مكعب حاليا موجوده في بحيره سد النهضه. وفي نفس اليوم افتتح رئيس الوزراء الاثيوبي التوربين الثاني، وكان من المفترض ان يعمل هذا التوربين مع التوربين الاول في فبراير الماضي، ولكن لصعوبات فنية تأجل تشغيله حتى اليوم. العملية مش مسألة تشغيل توربين، التشغيل التوربين في شكل يعتبر مفيد، لأن توربين معناه إمرار مياه بالنسبة للسودان ومصر، ولكن التوربين تشغيل التوربين معناه أن إثيوبيا مستمرة في اتخاذ قرارات أحادية سواء بالتخزين أو بالتشغيل. والنهارده يعتبر تصرفين في يوم واحد، وهو تكمله التخزين وتشغيل التوربين. وبالتالي هنا مصر تعترض، مصر والسودان بيعترض على هذه الخطوات الاحاديه. طيب خطوات احاديه بالفعل، دكتور ماذا بقي امام مصر والسودان من حلول الان؟ اليس ما يحدث الان ربما هو قبول بالامر الواقع، ربما تنديد استنكار، ولكن اثيوبيا مستمره في 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 خطتها. هو الحقيقه يعني لو شفنا للموقف المصري هناك ضغط شديد للنفس وتمسك باستئناف المفاوضات، ومصر تقدمت لمجلس الامن منذ اسبوعين بتحتج وبترفض فيه الخطوه الاثيوبيه بالتخزين الثالث، وبتطلب من مجلس الامن القيام بمسؤولياته في الحفاظ على الامن والسلم في المنطقه وأن مصر تستطيع يعني الدفاع عن حقوقها المائية بشتى الطرق، ولكن نحن نريد طريق التفاوض
واستئناف طيب، ولكن الكهرباء. التفاوض على ماذا دكتور عباس راقي؟ التفاوض على ماذا الآن وقد مرت أثيوبيا للمرحلة الثالثة وأصبح يعني كل ما يحدث أمر واقع الآن أمام الجميع بما فيهم المجتمع الدولي؟ هو لو شفنا احنا السد حاليا فيه تخزين حوالي 23% من السعة القصوى للسد، فبالتالي يعني لسه ما زال السد أمامه سنوات في للتخزين والتشغيل. السد المفروض فيه 13 توربين، لسه التوربين الثاني بادئ يشتغل اليوم، فإذا ما زال الطريق طويل أمام السد. وحتى الآن مصر استطاعت إن هي تمتص كل هذه الأضرار عن طريق عمل بعض المشروعات وزيادة الاحتياطي في السد العالي. فإذا وجود السد العالي في مصر والاحتياط المائي فيه وجهود الدولة للحفاظ على هذا الاحتياطي هو اللي ساعد مصر على ضبط النفس. لولا السد العالي مصر كانت يعني طيب، اختلفت تماما في اتجاهها مع سد نعم، النهضة. ما الذي تريده مصر أو ما الذي تطالب به مصر الآن في هذه المرحلة من احنا الأزمة مع أثيوبيا؟ بالضبط، مصر بتطالب استئناف المفاوضات لتكملة الاتفاق على قواعد التخزين، لأن احنا قلنا إذا كان البحيرة الآن فيها 17 مليار فهذه الكمية فقط 23% من تخزين السد، لسه متبقي يعني أكثر من 75%، وبالتالي لابد من يعني الاتفاق على الملء ثم بعد كده التشغيل، لأن تشغيل توربين ولا اثنين وبعد كده لما 11 توربين يركبوا التشغيل هنا برضه لابد في التنسيق، لان لو فرضنا دلوقتي توربين او اثنين بيشتغلوا ما فيهمش مشكله على السودان ومصر لان كميات المياه منهم محدوده، طب لكن لو اشتغل 10 توربينات مره واحده يبقى هنا كميه المياه اللي هتخرج كميه كبيره قد تضر السدود في السودان لانها سدود صغيره، فاذا لابد من الاتفاق والتنسيق على الملء لل 75% المتبقيه طيب، في وايضا حال عدم الاتفاق تشغيل دكتور السد. إشراقي، في حال عدم الاتفاق على 75% المتبقية ولم يكن هناك اتفاق بين الأطراف الثلاثة، ما الذي سيحدث حينها؟ العبرة أنا مع العبرة النهائية هي بمدى الضرر الذي يعني يصيب المواطن المصري. إذا كان هناك امتصاص لهذا الضرر حتى الآن عن طريق السد العالي، لكن لو وصلنا إلى فترة يكون فيها الضرر شديد ويصل المواطن المصري أكيد هيكون هناك تصرفات أخرى، ولكن نحن الآن نتحدث عن تصرف واحد ونتمسك به وهو الوصول إلى نعم. اتفاق طيب، بطول المراحل التخزين. المتبقية دكتور، المراحل المتبقية كم ستأخذ من الوقت بالنسبة لإثيوبيا لتشغيل كل التوربينات وإنهاء يعني عملية الملأ؟ إثيوبيا تعمل في السد بطريقة عشوائية، ما فيش تنظيم، يعني احنا شفناها خزنت أول مرة 5 مليار والمرة الثانية العام الماضي 3 مليار، السنة دي خزنت 9 مليار، لا نعلم يعني كمية المياه التي سوف تخزن العام القادم، وإثيوبيا نفسها قد لا تعلم، يعني هي ما عندهاش خطة يعني واضحة يعني تمشي عليها، وبالتالي احنا نعرفها ونعمل حسابنا عليها. يعني هذا تخبط اثيوبي بيعقبه ايضا ارتباك في تشغيل السدود في السودان، لكن على الاقل يعني متبقي مش اقل من 4 5 سنوات على انتهاء السد. المسؤولين في اثيوبيا اليوم اعلنوا ان امامهم سنتين ونص. سنتين ونص السد كان المفروض ينتهي في 2017 والان 2022 ولم تكتمل المرحله الاولى الا اليوم. نعم، المرحله الاولى بتشغيل توربينين كان مخصص لها سنه 2014 متاخره 8 سنوات، والمفروض ان السد ده بقى كان يشتغل في 2017 وبعدين قالوا سنه 2022 واحنا لسه اليوم المرحله الاولى، اذا السد امامه مش اقل من 4 سنوات قادمه يعني إلى أن ينتهي تركيب التوربينات وقد يمتد أكثر من ذلك. شكرا جزيلا لك دكتور عباس راقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة.